مواجهات في محافظة تعز بين الجيش واللجان الشعبية من جانب ومرتزقة السعودية ميليشيات الإصلاح من جانب آخر زادت من معاناة الناس، غير أن ما يدور خلف الكواليس ضمن أجندة تمزيق اليمن يجعل محافظة تعز نقطة فاصلة لحماية البلاد من التمزيق والتشرد. تعز ترانزيت جديد ليس لتهريب المخدرات او الحشيش، بل لتصدير المسلحين وتوزيع الاسلحة والعتاد الى جبهات الاختتال، فضلا عن المساومة عليها فيما كان خافيا بين ابقاؤها ضمن الدولة الاتحادية او نقطة فاصلة بين جبهتين متقاتلتين. تعز عاصمة اليمن الثقافية تلبس ثوبا غير ثوبها، وتحتضن ميليشيات من مختلف الانتماءات الحزبية بدلا من الأقلام الحرة ورجال الفكر والثقافة والأدب، لتتحول إلى بؤرة من الصراع والحروب والتدمير وارتهان البعض لقوى العدوان السعودي. تعز اليوم ليست كالأمس، فهناك هجرة لمسلحي الإصلاح وغيرهم من الميليشيات المسلحة والمرتزقة وغيرهم من الميليشيات المسلحة والمرتزقة إليها، رافقها أصوات مدافع وأزيز رصاص أزعج ساكنيها وأقلق سكينتهم العامة، فأضطروا للنزوح والبحث عن مكان آمن خوفا من سفك الدماء وإزهاق الأرواح. المواجهات لا تزال حتى اللحظة وتشيد سعيرها بين الحينة والأخرى، في وقت يحقق الجيش تقدما كبيرا على أرض الميدان، قاطعا الطريق على الميليشيات خصوصا في شارع الستين أو في منطقة الضباب وغيرها من المناطق والتباب. يبدو أن رهان العدوان السعودي بات قاب قوسين أو أدنى من الفشل، غير أن هناك مخاوف كبيرة تقضي مضاجع الملايين من أبناء الشعب إذا كان الرهان على وحدة الوطن وتجزئة البلاد ليس لدولتين وإنما لدويلات متعددة. باسم القاسمي، اليمن اليوم. تمكنت قوة الإسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية من إحراق آليتين ودبابة سعودية بقصف موقع الرمض العسكري في عسير بعشرات الصواريخ.